أهلا بكم إلى هذا الجزء من نقاشنا، والذي سنبدأه أو ننتقل فيه مباشرة إلى نيويورك ومراسلنا هناك طلال الحاج، الذي يحاور المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة. طلال، أهلا بك ومع ضيفتك، وسنتابع طبعا كل ما تقوله، وسيكون هناك نقاشات على ما تدلي به معك في هذا الحوار المهم. شكرا جزيلا محمود. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي ياتيكم على الهواء مباشره من استديوهاتنا في مقر الامم المتحده في نيويورك، ونستضيف من خلاله السفيره بابرا وودوود، المندوبه الدائمه للمملكه المتحده لدى الامم المتحده. امباسادر بابرا وودوود، السفيرة باربرا وودوود، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، مرحبا بك على شاشاتنا. شكرا لك، سعيد أن أعود للقائك طلال، شكرا لك. أود أن نبدأ باليمن. فالهدنة في اليمن بدأ سيانها في 2 أبريل، وهي سيتم تمديدها في 2 يونيو، وحصل الحوثيون على كل ما يريدونه، إعادة فتح مطار صنعاء وإعادة فتح ميناء الحديدة للحصول على ما يريدون. حصلوا أيضا على تسيير الرحلات إلى عمان وإلى القاهرة، كما أنهم استخدموا الجوازات السفر التي أصدروها هم أنفسهم، وهذا ما حصلوا عليه بالقوة. لكن الحوثيين لم يلبوا مطلب واحد، لا وهو رفع الحصار عن تعز. عندما يأتي 2 أغسطس لتمديد الهدنة، إذا لم ينفذ الحوثيون ما وعدوا به مثل رفع الحصار عن تعز وغيرها، هل المجتمع الدولي سوف يضع المزيد من الضغوط مرة أخرى على الحكومة اليمنية وحلفائها لتمديد الهدنة دون أي وفاء أو تلبية للحوثيين للمطالب؟ أعتقد يا طلال، أول ما ينبغي القول هو أن الهدنة كانت خرقا كبيرا، ومدى أهميتها الانتقال الآن من الهدنة إلى وقف الإطلاق. نود هنا أن أثني على عمل المبعوث الخاص هانس جرونبرغ في كل ذلك، لكنني أتفق معك، لهذه لحظة مهمة جدا حتى يغتنم الحوثيون هذه الفرصة. لقد شهدنا الضحايا من المدنيين ونسبتهم انخفضت 80%، ونحتاج الآن لترجمة الهدنة إلى وقف لإطلاق النار، وكذلك إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية اليمن. والمملكة المتحدة فخورة بأن تغذي حوالي 200,000 شخص شهريا من خلال 88 مليون جنيه قدمناه هذا العام، وهناك الحاجة لبذل المزيد. طبعا اليمن على غرار الكثير من البلدان هي تعتمد على الحبوب الروسية والأوكرانية، ونحن ندعم العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة لرفع حصار روسيا للموانئ الأوكرانية حتى نوصل الغذاء للشعب اليمني. بالنسبة للمساعدات، بالأمس فقط فإن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أعلن عن مساعدات ب 600 مليون دولار، ولكننا لم نرى شيئا يطبقه الحوثيون حتى رفع الحصار، ونحن نتوقع المزيد في المستقبل من طرف البلد الذي يحمل القلم في الأمم المتحدة. الآن عن خزان صافر الذي يهدد المنطقة برمتها بما يمثله من كارثة إنسانية وبيئية. قالوا أن هناك حاجة لجمع 80 مليون، وقد تم جمع معظم هذا المبلغ. هل لديك أي فكرة؟ والمملكة المتحدة هي حاملة القلم في هذا الشأن، متى سيبدأ العمل؟ كحاملين القلم نحن نأخذ مسؤوليتنا على محمل الكثير من الجد. نحن لم نغض الطرف لا على الوضع الإنساني أو
حالة الخزان صافر، وكما تعلم فإنه طيلة 7 سنوات لم يكن هناك يعمل صيانة على متن خزان صافر، ومع مرور الأيام والساعات هذا يصبح كما قلت مخاطر إنساني وبيئي، ولم نستطع أن ننقل الملايين من براميل النفط من خزان صافر، وطبعا الخزان سيؤدي إلى كارثة بيئية، ولكن المنع دخول السفن إلى الميناء هذا يعوق إيصال المساعدات الإنسانية كما تعلم، فإن الأمم المتحدة وجهت هذه المناشدة لجمع 80 مليون، والمملكة المتحدة قدمت 5 ملايين، ولكن 80 مليون هو المبلغ وأقل ما يمكن طلبه. ندعو كافة الأطراف للمساهمة. نقدم جمعتم أكثر من 50%، هل تنتظرون أو 80%، هل تنتظرون 9 ملايين لبدء هذا العمل المليح؟ نحن ننتظر جمع 80 مليون لهذا المبلغ الأدنى الذي يمكن طلبه، وقد أدفع ربما ذلك من جيبي. والأمم المتحدة لديها صندوق لحالات الطوارئ، هناك بلدان كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وبوسعهم أن يقرضوا الأمم المتحدة 20 مليون لوقف هذه الكارثة المريعة من الحدوث. نعم، هذا هو السبب الذي أدى بالمملكة المتحدة لتقديم 5 ملايين ضمن هذا الصندوق، ونحث البقية على المساهمة أيضا حتى نبدأ هذا العمل، لأنه عمل ملح كما قلت، ونتفادى كارثة بيئية وإنسانية. أنتقل الآن إلى أوكرانيا. أزمة الغذاء تتعمق الكثير من البلدان في العالم تعاني، لا سيما في القرن الإفريقي، فالبلدان هناك تجد نفسها تواجه نسبة عالية من الوفيات بين الأطفال بسبب نقص الغذاء والجوع، وفي السودان كل شخص من 4 أشخاص سوف يعاني من الجوع الشديد في المستقبل القريب. ماذا بوسع المجتمع الدولي أن يقوم به؟ هناك محادثات جرت بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، هل نحن نقترب من الحل؟ هل هناك ضوء في نهاية النفق بأن هذه الأزمة يمكن تفاديها؟ هذه الأزمة يمكن تجنبها بسهولة، ولكن دعونا ربما نشير إلى مسألتين. أولاً، العقوبات لا صلة لها بهذا الوضع، ليس هناك عقوبات على الغذاء أو المساعدات الإنسانية الغذائية، وندرك أن السفن الروسية تخرج الصادرات الحبوب من البحر الأسود. الشيء الثاني هو يتعلق أو ربما أسطورة الألغام، الأمر لا يتعلق بذلك، وإنما على روسيا أن تنهي حصارها للموانئ الأوكرانية، وقد استخدامها لإطلاق صواريخ على أودسا كما حصل بالأمس، مما أدى إلى قتل 17 شخصا وإصابة الكثيرين. يمكن لأوكرانيا أن تحصل على ممرات آمنة من هذه الموانئ، ولذلك هناك اتفاق بين الأمم المتحدة، أو يركز الاتفاق بين الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا لضمان تصدير الحبوب. وكما قلت، الأمر يتعلق بحوالي 1.7 مليار شخص في العالم يوجدون في 107 بلدان يواجهون نقص في الغذاء. أسعار الغذاء ارتفعت في إفريقيا بحوالي 60%، ولا يمكن للناس أن يشتروا الأغذية بهذه الأسعار. هل لديك أي أخبار بشأن توصل الاتفاق بمساعدة تركيا والسيد غريفيث يساعد في ذلك؟ ولكن هل ثمة أي تواريخ ملموسة أو مواعيد لإزالة الألغام وفتح الموانئ في البحر الأسود؟ كما قلت، الأمر يتعلق بإقناع روسيا لرفع الحصار، حصار الموانئ. نحن لا نحتاج لنزع الألغام، وأنا على اتصال مع غرينسبانك وغريفيس الذين يعملان بشكل وثيق مع أوكرانيا وروسيا وتركيا التي تلعب دور مهم هنا، وأعتقد أننا نقترب من التوصل إلى حزمة، ولكن حتى الآن لم نصل
إلى ذلك. والمسألة المهمة حقيقة الآن هي أن ترفع روسيا حصارها للموانئ الأوكرانية. تبقت لي بضع دقائق. بالنسبة لسوريا، إيرلندا والنرويج تقومان بصياغة الوثيقة لتمديد الاتفاق أو القرار الأمم المتحدة الذي يسمح بعبور المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهواء بين تركيا وسوريا. وطبعا روسيا دائما تعارض هذا المسعى، وهي ترغب من المساعدات أن تعبر من دمشق، وعلى الحكومة أن توزع المساعدات على أساس حسن النية للسوريين. ولكن أول بالمناسبة تباحثت بالأمس مع سفير أو مع سفيرة النرويج، وقالت لي إنها لا تعلم ما هو موقف روسيا فيما إذا كانت ستعارض التمديد أو توافق عليه، وإذا استخدمت روسيا حق النقد لهذا القرار. هل لديكم خطة بديلة؟ كما تعلم أن روسيا والصين استخدم الفيتو في عام 2020، وانتقلنا من 3 معابر إلى معبر وحيد، والمساعدات لن تستغرق وقت أطول للوصول إلى 2.4 مليون شخص في شمال شرق سوريا، و 90% من السوريين بحاجة ماسة للمساعدات، والباب الهوائي يقوم بتغذية ما لا يقل على 2.5 مليون. علينا أن نبقي المعبر مفتوحاً، وإذا قررت روسيا إغلاق المعبر عندئذ فإنها سوف تحكم على الشعب السوري بالمجاعة والتداعيات الأخرى. روسيا حاججت بأنها مسألة سيادة، وأن على سوريا أن تستخدم سيادتها على كافة الأراضي والحدود. ما هو ردك عليهم؟ أعتقد أن السيادة تستلزم المسؤولية تجاه الشعب، وفي الوقت الراهن فإن الحكومة السورية كما قلت ليس بوسعها أن تقدم الغذاء لشعبها، والنظام العبور عبر الحدود هذا النظام لا يقوم بتوفير الغذاء إلا 50,000 شخص من أصل 14 مليون شخص هم في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية. ليس هناك إمكانية للدفاع عن السيادة، وعلينا أن ننقذ الأرواح. إن التفويض سينتهي في 10 يوليو، وهناك مباحثات مكثفة تتم. نتمنى لكم كل التوفيق، وأشكرك على هذه المقابلة. شكرا سعادة السفيرة، شكرا لك. وكذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا اللقاء الخاص. نشكركم ونترك الكلمة لكم في دبي الآن. محمود، شكرا جزيلا لك طلال ولضيفتك، وكل ما قالته سيكون محل نقاش مهم. شكرا جزيلا لك طلال.